الأستاذ محمد عفيفي المحلل الاقتصادي. محمد مساء الخير. والكثير من الاقتصاديين وصف حالة الاقتصاد البريطاني بالمنهار، وهذا بسبب ارتفاع التضخم وأيضا انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. هل تتفق مع هذا الوصف؟ مساء الخير حضرتكم، مساء الخير على السادة المشاهدين. ما اقدرش اوصفه بالضبط بالانهيار. انا ممكن اقول ان هو الاقتصاد البريطاني زي ما حضرتك ذكرتي قبل كده بيواجه صعوبات كثيره. فلو انا هاخد هتكلم على اكثر من نقطه، فاول نقطه هقول ان الاوفيس اوف بادجت ريسبونسابيلتي او بي ار في انجلترا كان بيتكلم على ان الاقتصاد البريطاني دخل مرحله الركود، ان المتوقع ان الجي دي بي الجروس دوميستيك برودكت يتكونتراكت ب 0.4 في 2023. احنا بنواجه اكبر معدل تضخم من 41 سنه ل 11.1% على يير اوفر يير على اساس سنوي، و 2% على اساس مانث اوفر مانث. في مشكلتين، واحد زي ما انا قلت اكبر معدل تضخم، بس في مشكله ثانيه وهو ان التضخم ده مش بس اكبر معدل، وهو اعلى من الاكسبكتيشنز. يعني الاكسبكتيشنز في اكتوبر كان التضخم هيبقى معدل 10.7، واتضح ان هو 11.1. ففي مشكله، والمشكله بالاساس بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء، اسعار الغذاء، وفاتوره الطاقه. الاقتصاد فقد القدره على النمو. في الـ الاقتصاد الوحيد من الجي 7 الذي لا ينمو. الاقتصاد من الربع الاخير من 2019 لحد الربع الثالث 2022 الاقتصاد انكمش بنسبه 0.4%. وفي المقابل ان كل الاو سي دي كونتريز الافريج الاقتصاد نما بنسبه 3.7.